سبب الورم الليفي رغبه في الحمل. فمش مع... على فكره الرغبه دي ممكن تكون بنت مش متجوزه، ممكن تكون سيده متجوزه وعندها 6 عيال وعندها حاجه 40 سنه. الانثى بفطرتها قد تحب الحمل، ملهاش علاقه. اصل تيجي تقول لي يا دكتور انت بتهرج يا دكتور، انا عندي 6 عيال وعندي 45 سنه حمل ايه؟ حمل ايه يا حاجه؟ انت انثى. فالانثى بتحب الحمل، ده الواقع للاسف الستات كتير بينكروه. فالفايبروميوما اللي هو الورم اللي فيه مرتبط جدا برغبه ملحه للحمل، سواء السيده متزوجه او غير متزوجه، عندها عيال او ما عندهاش عيال.